هاي احلى المسا، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم الفيديو حيكون عن فلوج رحلتنا لمكة المكرمة، فرح صور لكم الطريق وروحتنا على مكة وعمرتنا وكله. طبعا بس شوفوا الساعة، ما بعرف اذا باينة او لا. المهم الساعة 5 إلا 3 صباحا، فالناس كلها نايمة وانا المفروض انام من بدري، بس ما بعرف انام من بدري. فالمهم الحين رايح انام وبشوفكم بكره بعد ما اصحى من النوم. سو يلا مع السلامه. طبعا هسه صحينا من النوم ومشينا ندخل حاجاتنا لانه بعد شويه كده نطلع. يلا شوفكم اوريكم كيف حدخل حاجاتي منا اشوفكم واحنا طالعين على مكة. باي. طبعا احنا هسي المفروض انه نطلع خلاص، فيلا انا راح ادخل اغراضي ويلا شوفوني انا ادخل اغراضي. طبعا زي ما انتم شايفين احنا هسه رايحين على مكة. شوفوا رامي، طبعا رامي اول مرة في التاريخ يلبس احرام. شايفين؟ وهسه احنا ماشيين على مكة، ماشيين على مكة. سو يلا اشوفكم في الطريق. وطبعا دي الشنطة اللي ماخذينها مع. سو احنا هسه طالعين يعني خلاص، ودرس حسين رايحين على البقالة، حابين انه نجيب عصاير كده يعني نشربها في الطريق لين ما نوصل. هاي انا صنصير. يلا يلا هسي احنا حننزل البقالة ونشتري عصاير اكلات كده يعني ناكل في الطريق، لانه مكة الايام دي زحمة شديد والطريق طويل شوية. الطريق طويل كمان شوية. جوني يعني هشتري عليه. شوفوا رامي، رامي لابس الاحرام اول مرة في حياتي يلبسه. هسي كبير ما شاء الله. يلا نشوفكم بعد ما نشتري من البقالة. طبعا هسي احنا طلعنا طريق الى مكة، في طريقنا الى مكة، فنشوفكم هناك. باي. يا مكة تبث الانسام فضيوفك اهدوك وئاما، ورياضك اهدت لمدانا حبا بهدانا يتسامى، فابتسمت برؤاك فتاة وامتلأت بنداك سلامة. عابقة يا مكة أنت من ملأ روابيك خزاما. قالت هاهن على دوحي فتياتي شمسي والقمر، فالعطر ورائي نثره والنور أمامي. هاي حلوين. طبعا حالتنا حالة، هسي احنا وصلنا على مكة، مكة تحديدا. وشوفوا احنا وصلنا الفندق، ويلا نشوفكم جوا، اسمه جراند مكة، ونشوفكم جوا الغرفة. بصراحة الغرفة جدا تجنن وروعة، يعني انا اكثر شيء عجبني في الغرفة انه شوفوا مشاكير كيف تجنن. كمان حابة اوريكم انه هنا في عندهم ثلاجة كده كيوت سام بتوتا، فيها موية، وهنا في تلفزيون وأضواء وكده. والله بصراحة الفندق جنن، وأحلى منظر ممكن إنكم تشوفوه. شوفوا شوفوا المنظر يجنن يجنن، حتى شوفوا الساعة برج الساعة، شوفوا تحت. بصراحة يعني الفندق جدا روعة، اسمه جراند مكة. وهنا عندكم تكييف فوق، وهنا في مراية. هاي يا حلوين، في مراية وفي طاولة المكوى اللي بيكو عليها، وهنا في خزانات. شوف اذا في انوار بضوي. ايوه في انوار، شوفوا في خزانات. بصراحة يعني الدولاب بجنن بجنن، ما اعرف شنو. كمان في خزنة، ها ها خزنة خزنة.
في علاقات ملابس، وهنا في حمام طبعا الرنج والحمام. هنا دي طبعا يرجى عدم الازعاج ويرجى تنظيف غرفتي كده. ودي الشنطه اللي هي جينا بيها، ودي صراحه ما عرفتها شنو يعني. انه دي شوف شنطه رنا. وهنا عندكم براد شاي ويعني اي شيء نسكافيه وكله. وهنا في جلسه اذا يعني ما حابين تجلسوا على السرير او كده، في عندكم هنا جلسه كراسي وكده. شوفوا هنا اللوحه، يعني اكثر شيء عجبني بجد بجد في الغرفه اللوحه. لوحه روعه 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 روعه. طبعا انه انا واخوي واختي في غرفه، وابويا وامي في غرفه، يعني هذه غرفتنا لحالنا انا واختي واخوي، ثلاث سراير، واحد اثنين ثلاثه. طبعا انا يعني بختار دائما السرير الاجمل والاحلى، اختار هذا السرير اللي فيه شنطتي. يعني تخيل انه تصحى الصباح تلاقي منظر زي كذا، مرة تقيل الستارة، يعني حلو صح؟ خش تحتها شوفوا، مرة يجنن المنظر روعة. وهسي طبعا داخلين على الغرفة، فشوفوا صراحة الغرفة جدا روعة وبتجنن، فراح اوريكم. طبعا هنا شوفوا الساعة، احنا رايحين على الطواف، اشوفكم لما نوصل هناك. طبعا احنا هسي في الحرم، وهسي احنا صلينا المغرب، فرايحين نطوف. فاحنا هسي متجهين على الحرم عشان نعمر ونسعى والكلام ده. فيلا اشوفكم في الحرم. وهسه هنا انا برا، يعني برا الغرفة. وهنا شوف المنظر حلو كيف، يجنن صراحة، يجنن يجنن يجنن. شوفوا رنا جنن، مناظر روعة روعة. عليكم السلام. احنا هسي عاوزين نشرب مية زمزم. يلا طبعا زي ما انتم شايفين هنا الكعبة ورايا، وهسي حنبدأ نطوف وارجع لكم بعد ما نخلص طواف والسعي. باي. قلبي اغتسل وادع صدقا وامتثل، روها تلك العروة عل حزنا يضمحل. إذ يا روحي اسكبي زمزما في كل ذل، واغسلي القلب الذي ضج صدقا وابتهل. إيه يا قلبي اغتسل وادع صدقا وامتثل، طوها تلك العروة عل حزنا يضمحل. إيه يا روح اسكبي زمزما في كل ذل، واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل. إيه يا أرض الحرم جئتك قلبي وجل، يبتغي عفو الإله يرتجي صفح زلل. إيه يا أرض الحرم جئتك قلبي وجل، يبتغي عفو الإله يرتجي صفح زلل. لملمي فيني الشتات وامسحي دمع المقل، لملمي فيني الشتات وامسحي دمع المقل. هدئي رجف الفؤاد ب
بالطواف بلا كلل هدئي رجف الفؤاد بالطواف بلا كلل شكواك وقل أنت في بيت الكريم وهو يعطي من سأل إيه يا هم طريح ثم شكواك وقل أنت في بيت الكريم وهو يعطي من سأل أنا تعبانة جدا. طبعا إحنا خلصنا طواف وخلصنا سعي وهسي باقي لنا وهسي هنا جينا دارين نصلي اللي هي الصلاة بعد العمرة بعد ما نخلص العمرة بنصليها أصلي وأرجع لكم. طبعا إحنا هسي خلصنا العمرة ورايحين على الفندق فيلا باي أشوفكم في الفندق. طبعا والله جد احنا تعبانين شديد وعمرنا وطفنا وسعينا وهي كله واشترينا اكل هذا هو يم 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 وهسه احنا في الفندق. شوفوا رامي رامي تعملنا يسلم علي سلم انت عليهم. طبعا هنا شوفوا المنظر بالليل منظر يجنن. طبعا الكاميرا مو موضح المنظر مرة شوفوا ظريف المنظر. شوفوا هناك برج الساعة ما بعرف اذا باين في الكاميرا او لا. ايوه باين في الكاميرا برج الساعة وبس ده كان